لحوم حمراء بأسعار معقولة لا سيما خلال الشهر الفضيل، هدف حددته الحكومة وتعمل على تجسيده من خلال ضخ كميات معتبرة من رؤوس الأبقار والأغنام. النموذج من هذا المذبح بولاية برج بوعريريج. عندنا السلعة تاعنا، وكاينة ثاني مؤسسة اللحوم الحمراء هي ألفيار، ثاني جايبة راح تمد لي غروسيست. وعندنا احنا ثاني السلعة تاعنا، عندنا نواحي 2000 رأس تاع البقر، وعندنا بالك 4000 رأس تاع غنم. نقاط البيع عندنا احنا هنايا في برج بوعريريج 4، وكاين المحلات اللي يجيو يشرو من عندنا كاين بالك حوالي 30 ولا 40 واحد في من نواحي برج بوعريريج، سطيف، مسيلة، ثاني نعطيهم منا. المصالح الفلاحية لبرج بوعريريج تتعهد بدورها على مرافقة التجار لتنظيم عملية البيع بأسعار مقننة. ورفقة تاع مديرية المصالح الفلاحية نكون إن شاء الله نكثفوا الجهود في هذا الشهر الكريم من ناحية المراقبة الصحية، وراح نرافقوا جميع مع شركائنا في مديرية التجارة وكذا المصالح الأمنية. المستثمر هذا يقوم بجلب هذه المادة، مادة اللحوم الحمراء من الصحراء، يعني إن شاء الله نكونوا في خلال هذا الشهر الفضيل راح نكونوا في أريحية من ناحية الكمية. ولضمان توفير معايير صحية والحصول على لحوم ذات جودة عالية، سيكون التفتيش البيطري حاضرا خلال عمليات الذبح والبيع للمواطنين. يتم الاقتناء هنا تاع الذبيحة ونجيبوها، لازم تبات اولا نديروا ما يسمى بيون ديات تدريك، تقعد هنا في ليزونغار 24 ساعة تشرب الماء فقط بور افوار ان كاليتي دو فيوند ميور. يتم الذبح تاع لهنا في ظروف صحية، عندنا مقتين بوكس خاص بالذبائح اللوطوريون كيعود خشين وكذا يعقبوه في لي بوكس، تكون العمليه نظيفه وما يكونش فيها بزاف لي ريسك. ماذا بينا احنا كيعود اللحم رخيص، ماذا بينا الناس الكل تاكل، الزوال ياكل، يعني ما بين 160 170 والاخر 120 صافي بليزير، 120 خير 160، هذه باش يعقبوا واحد اللي يمات به. لحوم مستورده واخرى مستقدمه من الجنوب الجزائري سيتم ضخها في السوق الوطنية خلال شهر رمضان الكريم، بعد التحدي الذي رفعته السلطات العمومية لتسقيف الأسعار وكسر المضاربة، تحدي يهدف لتوفير هذه المادة وجعلها في متناول المواطنين.